ما رأيك بهذا الحراك الأمريكي الذي يتحدث عنه بلينكين؟ هل تعتقد أن بعض الدول الخليجية قد تقف ضد هذا الحراك وضد مثل هذا التكامل الدفاعي، أم أن الوضع الأمني ممكن أن يجبر هذه الدول للذهاب بهذا الطريق؟ أعتقد بأن الائتلاف سوف يكون جذابا حقيقة للعديد من هذه الدول، لأنهم قد رأوا فوائد صور الأقمار الصناعية والرادارات المشتركة، وإذا كانوا يريدون الشراكة عسكريا فربما يكون هناك بعض الحدود لذلك، أخذين بعين الاعتبار طبعا للنزاع ما بين حماس وإسرائيل والأزمة الإنسانية في غزة. ولكن فيما يتعلق بتوفير التأمين لهم فيما يتعلق بمواجهة وإيقاف الصواريخ الإيرانية وقدرة الولايات المتحدة وقدرة إسرائيل وما هي الفوائد التي سيحققونها من خلال العمل معا، فهذا في الحقيقة هو شيء تم إثباته من خلال إسقاط 90 إلى 99% من الصواريخ الإيرانية والطائرات المسيرة. فأعتقد هناك فوائد وهم رأوها ويريدون أن يكونوا جزءا منها، ولكن السؤال إلى أي مدى يمكن أن يصلوا وإلى أي مدى هم يصدقون بأن الولايات المتحدة ستفعل نفس الشيء لبلدانهم كما فعلت لإسرائيل من خلال المساعدة في الدفاع.